أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في أحضان جهنم وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة صلوا على محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المتواصلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخوتي المصريين في كل مكان في العالم، من هنا من مسجد المحسن الشهيد في أرض فدك الصغرى. معكم اليوم حنكون معاكم في برنامج ميكروفون مصر. البرنامج ده موجه لكل المصريين في كل مكان في العالم، وأي مصري عنده أي سؤال أو أي اعتراض عن الشيعة والتشيع أو التشيع مشكلتهم إيه في مصر أو في العالم كله، فبإمكانه طرح سؤاله والاستفساره في البرنامج ده. أنا دلوقتي أنا نفسي أسألكم سؤال يا إخوتي المصريين. في ناس بتسأل ليه الشيعة بيلعنوا عمر، عشان في شبهة كبيرة قوي بيقولوا إيه، بيقولوا عشان الشيعة يكرهوا عمر، عشان هو الشيعة فرس مجوس وهم أصلهم إيرانيين، وهم الإيرانيين لما فتح عمر بن الخطاب بلاد فارس فهم حقدوا عليه، ويعملوا إيه دلوقتي، يشتم عمر حقدا في القضية ديت، يعني حقدا في عمر عشان هو اللي فتح بلاد فارس. يا أخوانا القضية مش كده خالص نهائيا، ملهاش دعوة في عمر ولا فتحوا بلاد فارس ولا أي حاجة. أصلي الإيرانيين تشيعوا من مدة قصيرة، يعني 300-400 سنة، يعني كده ممكن أقل ممكن أكتر، بس هم تشيعوا حديثا. وأئمة لو كان زي ما تقولوا كده، يعني زي ما أشاعوا بينكم كده عشان الشيعة إيرانيين ولاهم لإيران ومن الكلام ده، لو كان كده طيب أنا أقولكم على حاجة. البخاري إيراني، ابن ماجه إيراني، مسلم إيراني، رؤوس المذاهب الأربعة إيرانيين، بس أحمد بن حنبل مش إيراني، بس تتلمز عند الإيرانيين، تلاقي تتلمز عند النيشابوري أو اللي يسمى النيسابوري، وعند الأصفهاني، وعند مش عارف الأسامي، كلهم إيرانيين. يعني أئمة أهل الخلاف إيرانيين. الرازي من ري منطقة كده جنوب طهران مثلا. الأصفهاني يعني حيكون مين، منين يعني الأصفهاني، حيكون من بغداد ولا منين؟ الأصفهاني اسمه أصفهاني. ولا البخاري من بخارة إيراني. أبو حنيفة النعمان من ناحية كده بأفغانستان حاليا، كانت كلها مملكة فارس، فأصوله فارسية، حتى كان ما يتكلمش اللغة العربية كويس. أبو حنيف كلهم إيرانيين. طيب دول ما قلتوش عنهم حقدين ليه؟ أنا بسألكم السؤال ده. لا القضية مش كده، عشان يعني هم عاوزين أي حاجة يقولوها عشان يشنعوا على الشيعة. الشيعة فرس مجوس. طيب لو كانوا فرس مجوس ما رجعوش لمجوسيتهم ليه؟ بيصلوا الفروض ليه؟ بيحجوا ليه؟ بيسموا أبنائهم حسين، علي، محمد، بناتهم يسموها أسامي عربية، فاطمة، زينب، الأسماء العربية بيسموها دي ليه؟
يا يعني انا ماليش في الحاجات العنصريه دي، يعني ماليش اقول مثلا الاخوه البكريه اهل الخلاف يعني هم مثلا ترك، لا ما اقولش الكلام ده، عشان يعني تركيا كانت مده طويله الدوله العثمانيه ومن الكلام ده، لا لا ده الكلام باطل وملوش اي لازمه. طيب نستقبل اول اتصال عندنا ابو علي من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سعيد؟ اهلا وسهلا. الله يخليك، كيف الحال؟ الله يخليك، الله يخليك بخير. انا اود ان اناظرك الان. تناظرني مش ممكن عشان عندنا اتصالات كثيره قوي، انت قول مسالتك واحنا نجاوبك ان شاء الله. طيب تفضل. معايا سؤالين. ايوه تفضل. السؤال الاول، إذا علم الله أن عائشة سوف ترتد أو تكون كافرة، لماذا أمسكها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاوبنا على السؤال ده وحجاوبك مرة تانية. لا ما جاوبتوش. لا جاوبته بس حجاوب مرة تانية، ما فيش إشكال. حجاوب مرة تانية. طيب أنا أقول لك على حاجة. طيب عندنا نبيين اثنين من الأنبياء. ها؟ عندنا انبياء اثنين. طيب خلينا اكلمك يا ابو علي، يا ابو علي خلينا نتكلم ناخد وندي سوا. يا ابو علي انت مش عاوز تتناقش؟ يا ابو علي انت مش عاوز تتناقش، انا خليتك تطرح سؤالك بكل اريحيه. خلينا اجاوبك بس جواب صغير. ايوه تسمح. طيب عندنا اثنين من الأنبياء، نبي الله نوح ونبي الله لوط، أمسك زوجتيه الفاجرتين لي. شريعة من قبلنا غير شريعتنا. طيب الحديث النووي اللي يقول لتسلكن، أو مضمون الحديث لتسلكن كما فعلت الأمم التي قبلكم، لتحذون حذو الأمم التي قبلكم حذو النعل بالنعل حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طيب إيه رأيك بالكلام ده؟ نعم. وطيب في واحد قال لك انت منين تجيب الكلام ده؟ انا اسالك سؤال، انت منين تجيب شريعتهم دي؟ مش زي شريعتنا دي، الكلام ده تجيبه منين؟ كلها من زمن ادم عليه السلام لحد دلوقتي شريعتهم الاسلام، ما فيش اي شريعه ثانيه اتغيرت ولا اتنسخت ولا مش عارف ايه، ده كلام مش معقول. جميع زوجات الانبياء معصومات من الزنا، كل فخانتهم في العقيده. طيب العقيده بس. كويس. طيب المهم خانتاهما، سيبنا الموضوع الزنا، فهم خانتاهما مش كده؟ انت بتقول ايه؟ طب ما اتفضل. مش كده؟ هم الزوجات دول خانتا طيب كفروا يعني كفروا. احنا بنقول عائشة كافرة دلوقتي، يعني ايه هيقرا ايه؟ لا مش كافرة. فاسقة. طيب نتنزلا نقول لك فاسقة، لم تطع الله ولا رسوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب يا أستاذ طيب عائشة دلوقتي نسميها ايه؟ نسميها فاسقة؟ نسميها ايه؟ ولا فاسقة. أمال إيه؟ دي عملة العمل في رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أستاذ يا محترم يا أبو علي ارحمنا، ارحمونا يا ناس. أنا هقرأ لك سورة التحريم مرة تانية. ارحمونا يا عالم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهيره. عسى ربه ان طلقكن. يا ابو علي اسمعني. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. ايه رايك بالكلام ده؟ ده كلام ربنا. يعني عندك اعتراض على كلام ربنا؟ بص اسمعني بس، انت تاخد الكلام لنفسك ليه لوحده؟ اسمعني يا اتفضل. عسى ربه ان طلقكم. ايه طلقكم ولا ما طلقهمش؟ لا ما طلقهمش. ان يبدله ازواجا خيرا منكن، يعني لو يا محمد لو طلقتهم هنديك احسن منهم. مسلمات انت كنت مش مسلمات. مؤمنات انت كنت مش مؤمنات. سائبات انت كنت مش سائبات. عابدات كنت مش عابدات. سائحات كنت مش سائحات. جيت عن سيبات وجيت واجب.
سيبات وين؟ سيبات يبغوا شعب كامل. خبر عسى ربك إن يعني زي الأستاذ سعيد إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. هو تم ولا ما تمش؟ ده مالي ده الشرط يا أستاذ. اسمعني اسمعني. طيب أنا أقول لك أقول لك طلع. بص بص يا استاذ، بص يا استاذ، يا ابو علي يا ابو علي اسمعني. ممكن تخلينا اتكلم؟ طيب ممكن. طيب يلا اتفضل، انت هتغلبني معاك انا عارف، بس هخليك يلا اتفضل. قل ان كان للرحمن ولد، ربنا له ولد؟ لا. طيب وان اشركت لا يحبطن عملك، النبي اشرك؟ لا. طب يبقى انت ربنا ما طلقهمش. ايه؟ ما طلقهمش ربنا ما طلقهمش. وان كان صوتك مش واضح. ولو الان شبهناك لقد كنت تكون لك شيئا قليلا. هو النبي ركن اليهود للكفار؟ بس يا أستاذ أنت لازم تفهم السياق المنطقي والبلاغي للآيات يا أستاذ. يا أبو علي ارحمونا بقى يا عمي. الآية بتقول عسى ربه. طيب أنا هجاوبك، أنت فهم السياق المنطقي للآيات للأداة الشرطية يا أستاذ. يا أبو علي خلينا أتكلم، أنا خليتك تتكلم زي ما أنت عاوز يا أبو علي. ما ينفعش كده يا أبو علي. تخلينا أتكلم ولا لا؟ تخلينا أتكلم ولا لا يا أبو علي؟ يا ابو علي الأداة الشرط بتقول عسى ربه ان طلقكن، يعني اقول لك يعني لما اتطلق. لو دي أداة دلوقتي ان طلقكن اني ان يبدله ازواجا خيرا منكن، يعني لو طلقه النبي ان دلوقتي ان يبدله ايه الجواب؟ طب جواب الشرط اتحقق ولا ما اتحققش؟ جواب الشرط انت لا ما اتحققش. انت الطلاق، الطلاق ما اتحققش دلوقتي. طب ليه يا أستاذ يا محترم؟ باختبار من الله عز وجل. يعني الرواية موجودة عن عمار بن ياسر بيقول عشان تعرفوا تطيعوا رسول الله أن تطيعوها، إن الله ابتلاكم بعائشة زي ما قال عمار بن ياسر. يا عم سيئة عائشة يعني سيدة عائشة كافرة، لأن لا لو كانت كافرة وأمسكها يبقى الرسول خالف الآية. ولا تنسوا عصم الكوافر يا أستاذ، دي منافقة أظهرت الإسلام وأبطلت الكفر. طيب ده عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كافر ولا مسلم؟ يا أستاذ يا أبو علي، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المشهور. يا أبو علي يا أبو علي خلينا نتكلم يا أبو علي، ما ينفعش كده يا أبو علي أرجوك. عبد الله بن أبي بن سلول كافر ولا مسلم؟ هتقول لي مسلم. طيب ده منافق في الآخرة، هو كافر، كافر هو في الآخرة في النار. طيب عائشة زي كده، عائشة ظاهرها مسلمة بس هي أبطلة الكفر. يا أستاذ احنا بنقول كده عائشة امرأة منافقة أظهرت الإسلام. المنافق يعني إيه؟ يعني إظهار الإيمان وإبطال الكفر. الآيات في الموضوع ده كتيرة قوي، أجيب لك آية ولا اتنين؟ هات الآية يا عم. بص هات الآية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وقالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بص دي آيات، دي آيات، دي آيات نزلت في المنافقين. بص هجيب لك آية تانية. من هم المنافقون؟ من هم؟ عبد الله بن سلول. طيب قل لي، قل لي أسامي خمسة من المنافقين ممكن لو سمحت. المنافقين كلهم عبد الله بن أبي بن سلول اللي عندكم. في منافقين عندكم؟ في رسول يعني. أنا أسألك أنت المنافقين اللي عندكم فين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوز واحدة منافقة يا أستاذ؟ يتجوز من منافقة. النبي لوط اتجوز من منافقة، اتجوز من واحدة ارتدت كمان، قتيلة، قتيلة دي منافقة وارتدت واتجوزت بنت أبي جهل. بص قتيلة اتجوزت بنت أبي جهل يا أستاذ وارتدت وبانت على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يجي رأي لو عائشة ارتدت كمان يا أستاذ؟ عائشة عملت فضايح يا أستاذ. بص بص أنا عاوز أقول لك، أنا لسه مكلمك بالآية. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
الآية الرابعة حسب توقيكم هي الآية الخامسة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت عن الحق، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ده تهديد، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة. بص بص يا أستاذ، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا، بص تحذير، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كلها تهديد، وفي النهاية ربنا يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب ده في الموضوع ده دخل ايه يعني؟ يعني ربنا بيوجه الكلام لعائشة وحفصة. ايه المهدي يا عم؟ الإمام المهدي عليه السلام إيش دخله بالكلام ده؟ أنا بقول لك يا أستاذ الآيات بتزم عائشة وحفصة. طيب تشكر تشكر، طب ما ينفعش الكلام معك أنت تخلط الحبل بالنابل. يا أبو علي يا أبو علي يا أبو علي يا علي شوية يا أستاذ أبو علي، أنا جبت لكم التفسير ابن الطبري على ابن كثير على مش عارف مين، جبتهم كلهم قدامكم، أوريك مرة تانية. لا إله إلا الله، أنا أعمل لكم إيه؟ طيب تفسير، بص ده في حاجة كويسة جدا هو اسمها النت والكمبيوتر، ده في حتى في الموبايل بتاعك ممكن تفسير. عسى رب إن طلق كون. طيب بص تفسير الطبري، يقول تفسير الطبري عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات لخير آخر. عسى رب محمد إن طلقكن يا معشر أزواج محمد أن يبدله منكم أزواجا خيرا من كن. وقيل هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تحذيرا من الله نساءه لما اجتمعن عليه من الغيرة. مش كل نساءه، اثنين بس عائشة وحفصة حسب الآيات اللي قبليها. طيب دلوقتي عمر هو دخل نفسه بطولة في الروايات بتقول بأنه هو القرآن نزل على مزاجه. الله يلعنك يا عمر. تفسير الطبري، طيب تفسير معناه المؤمنات مسلمات. طيب احنا هنشوف الآية اللي قبليها، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني إن تتوبا إلى الله، تفسير طبري، أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كره رسول الله من اجتنابه جاريته وتحريمها على نفسه أو تحريم ما كان له حلالا. مرة يقولوا بأنه تحرم على نفسه الجارية بتاعته مراته السيدة ماريا القبطية عليه السلام، ومرة حرم نفسه ما كان على نفسه ما كان حلال له من شرب العسل. حسب الظاهر والاستقرار من الآيات أنه الحوادث الأذية دي جرت على رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من مرة بسبب حفصة وعائشة. طيب عن ابن عباس قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني زاغت قلوبكما، يقول قد أثمت قلوبكما، لعنة الله على عائشة وحفصة. يقول كنا نرى، ده مجاهد يقول، قال كنا نرى أن قوله فقد صغت قلوبكما شيء هين، حتى سمعت قراءة ابن مسعود إن تتوب إلى الله فقد زاغت قلوبكما. طيب في تفاسير كثيرة بس كلها بتزم عائشة وحفصة، والآيات واضحة يا أخوانا. اقروا القرآن مرة واحدة 12 آية صفحتين سورة التحريم، اقروها وهتفهموا في حاجة وحشة جرت، والنبي كان متأزمنا كتير ونزلت آيات من ربنا بتمسح بعائشة وحفصة بالبلاط. طيب مستقبل اتصال مين؟ بسام من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل. بسام يا فندم، مصطفى مع حضرتك من القاهرة. مصطفى ولا بسام؟ عليكم السلام ورحمة الله. أنا ليه سؤال بس عند حضرتك ممكن يعني. ممكن توطي صوت التلفزيون؟ ممكن توطي صوت التلفزيون الأول؟ ماشي حاضر. تفضل. أقول لحضرتك يعني في حديث لرسول الله محمد جواد نص صوته. لا يكون لعانا ولا يسب ولا بتاع، وأنتوا بتقولوا إحنا بنلعن ونسب في صلاتكم يعني دي كده. ليه احنا بنسب ونلعن؟ طيب ما هو رسول الله صلى الله عليه واله والقران سب ولعن. يا استاذ يا محترم، انتم ما تعرفوش الايات والقران. الا لعنه الله على القوم الظالمين، ده ايه ده؟ مش قران؟ يا عم يا استاذ يا محترم، إن مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بايات الله. ده ايه مثل الحمار؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر يعني حمير فرت من أسد، ده مش قرآن؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه تلهث أو تتركه يلهث، ده مش قرآن؟ عتل بعد ذلك زنيم، ده مش قرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة راح على بير كده وقال أنا رايح في الغزوة ديت، أنا رايح على البير دي، محدش يروح قبليها، قبلي انا 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 هروح الميه. فراح هناك شاف اثنين من اصحابه، قال لهم مسستهما من مائها شيء؟ قال بلى. قال مش انا قلت محدش يمس الميه ديت؟ فسبهما ما شاء الله. ده الرسول بيسب الكفار. كان بيقول ايه؟ كان اعتراضهم على النبي ايه؟ بيقول بلاش تسب الهتنا، هم بيقولوا. طيب انا اقول لك على حاجه، حسان بن ثابت عارفه؟ حسان بن ثابت؟ طبعا. كويس قوي. حسان بن ثابت كان يقول اهجوهم الى قريش، يعني اهجوهم سبهم بالشعر بتاعك. فكان بص اسمع، كان بيسبهم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول له لحسان بن ثابت نطق روح القدس على لسانك. بص اسمع من شعره يقول: فإن تصلح فإنك عابدي وصلح العابدي إلى فسادي، وإن تفسد فما ألفيت إلا بعيدا ما علمت من السداد، وتلقاه على ما كان فيه من الهفوات أو نوك الفؤاد، نوك عن حمق، مبين الغي لا يعيا عليه ويعيا بعد على سبل الرشاد، على ما قام يشتمني لئيم. اسمع اسمع الكلام الحلو بتاع حسن، على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. بص شاعر رسول يقول لواحد من الكفار، يقول كخنزير تمرغ في رمادي، فأشهد أن أمك باغيا وأن أباك من شر العباد. ده في سب أكتر من كده؟ ده شاعر رسول سيدنا عمر وقدام الرسول بيشتم الكفار والمشركين. طيب انتوا تشتموا ليه؟ طيب احنا من حقنا نشتم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، يعني ربنا ما بيحبش السب والشتم الا من ظلم. انا مظلوم، انا اتظلمت من عمر الخطاب، وعمر الخطاب ظلم اهل البيت، عشان كده احنا نشتم ونلعن عمر الخطاب. تفضل. لا تشتم ليه سيدنا عمر بن الخطاب؟ اشتم ليه عمر الخطاب؟ عدلت فننت يا عمر، عدل بين اهل الارض. ده لو صحت، لو صحت ده قالها واحد مجوسي، لو صحت دي قالها واحد مجوسي. تتسش كلام مجوسي؟ ماشي. ما شافوا، شاف الفاروق نايم، شاف الفاروق نايم قال له الله اكبر. عدلت يا عمر، يا حلو انت يا عمر، يعني ده قالها واحد مجوسي فيه لو صحت. مجوسي انت بتتسش كلام واحد مجوسي؟ انت مش تكرهوا المجوس؟ لا لا الله مش شايفه عادل يا عمي. مجوس تاخد كلام واحد مجوسي؟ وثانيا لو عدلت عمر، طيب ده دخل يطرف في كل الناس. تخيل، اسمع يا عادل، يا 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 مصطفى، اسمع يا مصطفى، عمر من الخطاب العادل بتاعك ده كان يضرب كل واحد داخل عليه. مره دخل عليه ابن كده مشط حلو كده وقام ضربه. قالوا ليه تضربه؟ مجنون انت ولا ايه؟ قال انا رايت انه قد استعلى في نفسي فاحببت ان اضعها له. هي الجنان ده؟ مره واحد مدح واحد قدام عمر قام خبطه على طول في الدره بتاعته. تخبط الناس ليه؟
كل واحد خش عليها أم خبطوا في الدرب برا. واحد سأل عمر مسألة في القرآن أم يعذبوا ثلاثة أيام ولا مش عارف يعذبوا بعدين طردوا عشان إيه؟ عشان عاوز عنده مسائل في القرآن الكريم. مرة واحد جميل إنسان جميل في المدينة المنورة إنسان جميل يوم يطردوا من المدينة المنورة على البصرة يقول لك ما تجاورنيش أبدا سمعوا أخو كمان حلو أم طردوا على طول سمعوا ابن عم كمان حلو زيه إنسان حلو وشاب لطيف يطردوا على طول ده عدل إيه عدل إيه يا عالم ارحمونا يا ناس ارحمونا يطبق عليه قول الله تعالى فيه يطبق قول الله عليك كمثل الحمار يحمل أسفارة يطبق عليه القول ده عشان أنا أعرف المعارف دي وتقول لي أنا أحمل كمثل الحمار يحمل أسفارة حرام عليك يا راجل بس مش عارف حرام عليك يا راجل حرام أنا بعلمك يا إنسان يا أخونا يا بسام أنا بعلمك أقول لك إيه بتقول لي كمثل الحمار طيب أشكرك جدا أشكرك جدا على اتصالك وأشكرك على اللي قلته بس أنا أقول لك على حاجة أنا 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 بقول لك من كتبك أنا أجيب حاجة من كتبك أقول لك عمر عمل كده أنت بتقول لي أنت كمثل الحمار يا أخي يعني مش عاوز أقول لك أنت الحمار يعني مع احترامي ليك يعني عفوا مش أنا عاوز مش قصدي من الكلام ده كده بس يا أخونا أنا بعلمك أقول لك عمر الخطاب ده ظلم بص واحدة من ظلم عمر الخطاب الكلب العين ده الله يلعنك يا عمر رزية الخميس من رزية الخميس لو أي واحد مسلم مننا كان هناك كان قطع عمر حتت لو أي واحد مسلم اسمعوا يا مسلمين اسمع يا بسام اسمع عن ابن عباس ده في صحيح البخاري لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه النبي مرض قوي في آخر أيام حياته والمسلمين حوله فيقول فقال النبي ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا أو لا تضلوا بعده هاتوا لي ورقة وقلم أنا عاوز أكتب لكم حاجة عشان ما تضلوش أبدا عشان بعدي هتبقى الأمة في سلام طيب أنت لو كنت تخيل كنت جنب النبي والنبي مريض تعمل ايه في اللحظه ديت مش تجيب الورقه والقلم تقول اتفضل يا رسول الله اتفضل اكتب ده كتاب رسول الله اللي الامه من بعد مش هتضل ابدا مش هتعمل كده يا مسلم يا غيور عمر الخطاب عمل ايه فقال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله فحسبنا النبي غلبه الوجع يعني مريض مش فاهم ده بيقول ايه وعندنا القرآن حسبون مش عاوزين الكتاب بتاعك مش عاوزين السنة بتاعك تخيل قلة الأدب دي من عمر الخطاب الكلب الملعون يا عم ارحموا الكلب أنا هرحم الكلب الكلب أحسن من عمر الكلب على الأقل يعني حيوان وفي لو تديه رغيف كده مش هينسالك فضل بتاعك بس عمر اللعين ده أنجس من الكلب والخنزير كمان فعمل ايه عمر فيقول لك فاختلفوا وكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني اطلعوا برا لا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه رزية عارف يعني ايه يعني مصيبة كارثة دي مصيبة يا عالم عمر الخطاب عمل كده برسول الله صلى الله عليه وآله يا عمي هو بيقول ايه فمر عمر بيقول فقالوا هجر رسول الله يعني خرف مش عارف يا استغفر الله اعوذ بالله من الكلام ده استغفر الله واعوذ بالله واعتذر لرسول الله صلى الله عليه واله ونقل كفر ليس بكافر ولا بقول لي قال عمر الملعون والهلم والزباله المنافقين شله المنافقين كانوا موجودين حول رسول الله صلى الله عليه واله بعضهم قالوا فقالوا هجر رسول الله وبعضهم قالوا ما له أهجر استفهموه شوفوا انتوا حالته الصحية كويسة استفهموه ده كلام يتقال عند النبي بصوا ده كله من البخاري ومسلم بصوا كمان بيقول ايه فقال عمر ما شأنه أهجر هو بيقول ايه خرف الله أكبر استغفر الله على الكلام كمان صحيح البخاري بيقول ايه فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلبه الوجع
يا عم سيبك منه، ده موجوعه تعبان، وعندنا حسبنا كتاب الله. كده بيقول عمر بن الخطاب منع تدوين وكتابة الكتاب الذي لن تضل بعده الأمة أبدا. والأمة دلوقتي في ضلال، انتوا في ضلال يا مسلمين، يا اللي بتقولوا انتوا مسلمين بسبب عمر والتصرف الخسيس بتاعه ده. عندنا اتصال. عبد الرحيم من سوهاج، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أحسنت. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله السفلى الذكر الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا عنه وتولوا عنه وهم معرضون. يا الذين أرسلوا لله ورسوله لحكم أخيكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا 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 بماذا؟ بغدير قوم. يا أيها الذين آمنوا أنتم لم لا تضلوا بعد أبدا، ضلوا كل الأمة الضلال اللي فيها من هذا اليوم. وبعدين ماذا قال رسول الله؟ لا يحب أهل بيت إلا ابن الحرام. يعني دول اللي ما بيسمعوش كلام رسول الله وبيخالفوه أولاد حرام، ده الأصل بتاعهم. سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وهو على كل شيء شهيد وعليه ترجع الأمور. خدت بالك؟ الذين عملوا عمل صعب لهم أجر إيه كبير. والذين قروا السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد. سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ عشان يؤكد. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احسنت. ويسجلوا التسليمه. التسليم لامر رسول الله واجب الوجوب صلى الله عليه وسلم. وسبحانه وتعالى قد يقول: ما الذي نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصرنا على ما هديتمونا وعلى الله يتوكل المتوكلون. وكان من جلدها كشجر ذو طيب واصلها ثابت وفرعها في السماء. الذين خلفوا رسول الله زمانهم وهل نفى الله وضيق القرار. مخالفة رسول الله معناها مخالفة لأمر الله. أحسنت. وعمر بن الخطاب خالف رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فعمر يبقى ملعون عشان ما راحش في جيش أسامة. الله أكبر عليك. خدت بالك؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحسنت. وخدت بالك؟ يقيمون الصلاة وينفقون سرا وعلانيه. وبعدين سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وكل أمر. طب تتنزل على مين الآية دي؟ اليوم تضع على مين؟ لازم على واحد من أهل أخشى أهل الأرض تتنزل عليها إزاي؟ أحسنت. المسلمين قاعدين نصوص العالم البعث عن ما تتنزل عليه ليلة القدر. إن أنزلناها في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. سنويا بتنزل بالأمر أمر السنة كلها، الأعمال كلها. الناس قاعدة من فوق بتبعث على أعمال مين بتنزل على الأمر ده؟ هل بتنزل على واحد يضرب المسلمين؟ خدت بالك؟ نعم. ولا بتنزل على مين؟ قاعدين اللي ماسكوا طول عالم البحث عن الإمام المهدي. هو سوى التسلسل على هذه الآية. لا كل أمر السنة كلها. وماذا قال سيد المصريين؟ ماذا قال؟ عشان تعرفوا المصيبة. قال والله لو ترك الأمر إلى ما قال رسول الله لأخذتم من تحت أرجلكم ومن فوقكم. أحسنت. يعني كان خير الأخيارات كان زرع الطرقات وكان زرع المساحات ما فيها حتى اللي كان زرع. تحت أرجلكم ومن فوقكم. يعني المرة تمشي بالسرك ترجع بالبيت مليان من الخيارات من فوق ومن تحت. أحسنت. يعني أوطان من كتر الخيارات يقول علي خل والله لو تركوا الأمر لما قال رسول الله لأكلتم من فوقكم. يعني المرة كان ده إيه؟ كان هيزرع كل شبر فيه. ليه؟ لو مش الأمور كما قال رسول الله لزرعت الدنيا كلها. أحسنت. لما الدنيا كلها بأفكار كلها
لها جبال اعلى على الله العرب والاسلام عدلنا نفض فطوره. احسنت. لو سمع كلام رسول الله هو رسول الله لا رسول الله عشان يعمر الارض. مش لا عشان الناس تقعد تشتغل. من النهار شجره نوايا تحطها تبقى تعمل شجره في ثلاث سنين. يا رسول الله لو مسكنا عندها مدين ثلاث سنين كل الارض كلها تتشجر الطرقات كلها تتشجر. الناس الناس تاكل وتشرب. احسنت. طيب شكرا جزيلا. بعدين في حاجه ثانيه كمان اقولها بالمناسبه. ماذا قال؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ نعم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. احسنت. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انت عندك نفسك مين؟ ها؟ امر الرسول نفع عليه. هي الذره اللي هي اللي دخل اغلى اعلى البلاد الذره اللي تودي في جهنم. من ضمن التفاسير. احسنت. اه. اذا ذره الايمان بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجركم اكتب له ملعون من خلفه. ملعون من خلفه. طيب طيب بس بسألك سؤال يا أستاذ عبد الرحيم. يا عبد الرحيم أنا بس أسألك سؤال. هم دائما يوجهوا الاتهام لنا ده الشيعة فرس مجوس يكرهوا العرب. إيه رأيك بالكلام ده؟ ده أنت عباط يا عم الحاج. إحنا من جنب قال لي الله حرمت على الجبل. واحد بيضرب في اليمن والثاني بيدور على المشكلة في سوريا. الشعب بيقول لي من قال حرمت عليه الجذاب من قتل الامام سعود وجزاء وغلم خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عزم ما حزم مش عارف القران يا عم الحاج. مش عارف القران. فهي الزر اللي تودي فعلا الناس عم تخش الجنه هي الضرة الامام بامر رسول الله في غدركم. خدت بالك؟ ملعون من خلف. هي الضرة تودي فعلا الى الخير وهي الضرة تودي في اسر التفليل. أحسنت يا عبد الرحيم. أحسنت. تشكر على اتصالك الجميل ده وكلامك الحلو. أشكرك جدا بس أنا أعتذر منك في اتصالات كتير قوي. إحنا عاوزين ندي المجال لكل الأخوة المصريين. أي واحد حتى المعترض واللي مش عاجبه الكلام ده بإمكان الاتصال والإشكال بس يكون بأدب يعني أحسن. هو يقول لي الأخ بسام أنتوا بتشتموا ليه؟ أنتوا تلعنوا ليه؟ أنتوا عملتوا كده ليه؟ أنا أقول له الشتم واللعن موجود في السيرة موجود كتير قوي. مثلا النبي صلى الله عليه وآله مرة قال لما عمرو بن عبد ود العامري اقتحم الخندق فقال من يريد الجنة؟ أما يريد المسلمين الجنة من ليدخله الجنة؟ كان بيهدد كده. فقال الرسول صلى الله عليه وآله من لهذا الكلب؟ النبي وصف عمرو بن عبد ود العامري بالكلب شتم المستحق الشتيمة. ده رمز من رموز الكفار فيشتم. ويقول لك عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب لعنه الله جاء في يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. ده عمر بن الخطاب العمر بتاعكم حبيب قلوبكم بيسب ويشتم. ايه رايكم دلوقتي؟ يقول لك مره النبي صلى الله عليه واله الله يلعنك يا عثمان دي قضيه بتجرح بس عندنا اتصال بعدين نتكلم. محمد فارس الشيخ القاهره. السلام عليكم. استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اديني الثلاث دقايق بارك الله فيك. ان شاء الله. انا هكمل الحلقه السابقه واقول في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما دلالتان احداهما الميل عن الحق الى ما كرهه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم فكأن قوله فقد صغت قلوبكما عله للحكم في قوله ان تتوبا ويكون جواب الشرط مقدر تقديره إن تتوبا إلى الله كان خيرا لكما إذ قد صغت قلوبكما وإنما قدر جواب الشرط لأن الصغوة كان سابقا. المعنى الثاني اللي أنا استنبطته أن الصغو هو الميل إلى التوبة ويكون المعنى استماع الأمر وقد ذكر ذلك الشيخ القرطبي في تفسيره
والزبيدي في تاج العروس، وذكره الشيخ الألوسي في تفسيره وغيرهم، ويكون عليه جواب الشرط قوله تعالى: فقد صغت قلوبكم، على ما ذهب إليه الشيخ ابن مالك بأن جواب الشرط يكون ماضيا وإن لم يكن لفظ كان. طيب ممكن يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد ممكن سؤال؟ أنا تفضل. طيب أنا حديك الوقت، ما فيش مشاكل ما تخافش. بص أنا أسألك عن الآيات، أنا نفسي أنت باعتبارك بتقول أنت مفسر قرآني وأنت تعرف القرآن كتير وإن شاء الله تكون. طيب الآيات بتقول إيه في سورة التحريم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. النبي حرم على نفسه، إحنا بس نفسر كده بالعربي كده. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يعني أي واحد يفهم بأنه النبي بسبب أزواجه حرم على نفسه حاجة حلال ليه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني النبي قال سر لحد لوحدة من زوجاته، قال لها سر. والسر يعني إيه؟ يعني لازم تطيع رسوله بعدم إفشاء السر ده. بص أنا بس نفسر كده بالعربي. فعملت إيه الزوجة ديت؟ نبأت به وأظهره الله عليه، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ بص يعني بتشك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: نبأني العليم الخبير. طيب إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه. تتوبى إلى الله يعني أنت بتقول يعني معناها هي تاب إلى الله لأنه صغت مالت قلوبكما للتوبة. طيب نقول كده زي ما أنت عارف، بس خلينا أكمل كلامي. وإن تظاهر عليه بس 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 أنا 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 بس بس أكمل كلامي وحديك الوقت كله ما تخافش. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة. يعني إن تظاهر عليه في الإثم والعدوان والأذية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة. بيهددهم بالكلام ده. كل المفسرين يقول أنا ماليش دعوة بكلامك أنت، أنا بقول عسى ربه إن طلقكن. بص لو يعني تهديد بالطلاق يعني بسبب الأذية. بس خلينا أكمل كلامي أرجوك يا أستاذ، أنا بس خلينا أكمل كلامي أرجوك وحديك الوقت كله يا أستاذ. يا محترم، يا أستاذ محمد أنت رجل باحث، رجل باحث ومعارف. خليني والله هخليك تكمل، والله أنا حلفت، والله هخليك تكمل يا أستاذ محمد، هخليك تكمل. بص أنت مستعجل اتفضل. أيوة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني فيه أزواج خيرا منهن. مواصفات الأزواج دي إيه؟ مسلمات، يعني أحسن منهم مش مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. بص معناه دي الكلام ده والآيات والكلام ده معناه إنه الخير منهن. يعني فين المواصفات دي؟ في عائشة مش موجود، عائشة وحفصة مش موجود المواصفات دي. خلينا أكمل كلام، خلينا أكمل كلامي أرجوك، خلينا أكمل كلامي. بص الآيات اللي أنت بتعيد وتعيد على فكرة. لا يا أستاذ، أنا بعيد وأكرر عشان أنت والجمهور يفهموا. بس 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 خلينا أكمل آيات يا أستاذ محمد، خلينا أكمل. يا أم لا 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 لا، أنت مش عارف اللي أنا أقوله. أنا بس بص الآيات اللي بعديها بتقول إيه؟ تقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تهديد جامد جدا. يا أيها الذين كفروا، بص تهديد كمان ومسح في البلاط. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. الذين آمنوا معه طبعا مش العائشة وحفصة،
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا آتم لنا نورا. يا أيها النبي بص جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بس الآية دي أنا حقرها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. بقية الآيات آيات إيجابية للذين آمنوا. بص آيات كلها بتزم عائشة وحفصة وتلعن أبوهم والخلفون كمان. فضل جواب. أجاوب أنا. أيوة تفضل. خلاص أنت خلصت. خلصت الحمد لله تفضل. خلاص والجواب أنه لما كان الإيجاب الجزئي كافي في إبطال السلب الكلي كان قوله تعالى. بلاش تتفزك في الكلام يا أستاذ محلم. كلمنا بالعربي كده. كلمنا بالمصري كده. بلاش تتفزك بالكلام. قول لي الكلام. طيب حاضر حاضر يلا. حاضر. ولما كان الإيجاب الجزئي كاف في إبطال السلب الكلي كان قوله تعالى فقد طغت قلوبكم بصيغة الجمع ولم يقل فقد طغى قلبكما. فإن المقصود التعبير اللي انت قلته من هذا الأمر دون قصد الأمر دون قصد الأمر على ممكن ممكن تقول ممكن تقول لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ ممكن تبني كمل انت بتقاطع يا استاذ محمد يا انت تجيب الكلام ده منين؟ ممكن تقول لي الكلام ده تجيبه منين لو سمحت لو سمحت؟ طيب اتفضل اخ هخليك علمي بس ممكن تقول لي يا استاذ يا علم يا استاذ محمد ممكن تقول لي جبت الكلام ده منين؟ ممكن اقول لك بس سيبني انا اكمل. اتفضل ايوه كده. فان المقصود التحذير من هذا الامر دون قصر الامر على امنا السيده عائشه. امال على مين؟ امال على مين؟ الا ذكرهما. امال على مين؟ على بياع البتنجان اللي قدام الشارع بتاعك. امال على مين يا عم يا استاذ؟ ارحمونا ارحمونا يا عالم. امال على مين؟ ولم يكن منكما اتعلم. طيب قول لي علمني على مين؟ نزلت الايات دي في مين؟ بتذم مين؟ خيرا منكما. وكل من يفعل امرا يكرهه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يدخل ذكورا واناثا في التحذير. طيب هم عملوا حاجات بتأذي النبي. انت كويس جدا. كان كافيا في ابطال السلب الكلي وهو العداله. ولما كان الاستغراق في مسألة الصحابة بالنسبة إلى العلم واستغراق الجنس بالنسبة إلى المعلوم فلا منافاة لاستغراق الصحابة بصفة العدالة. انت طيب احنا ربطنا بالصحابة ده ايه؟ احنا نتكلم عن عائشة وحفصة. عائشة وحفصة صحابة؟ صحابة مين يا عم؟ انت بتتكلم فين يا علم؟ يا استاذ يا متعلم ارحمونا ارحمنا يا استاذ محمد. الايات دي والقران ده نزل في مين؟ كل المفسرين والرواة والتاريخ بيقول نزل في عائشة وحفصة. قول لي يا استاذ. طيب انت تقول لي مش عائشة وحفصة. امال نزل في مين؟ طيب زوجاته امهاتهم زواج الحرمة عشان تبين الايات دول محرم حرمتا حرمت ازواج النبي على الزواج. ما فيش ولا فضيله ولا اي حاجه. المقصود من الايات التحذير انت مش عايز تسمع العلم. الشيخ ياسر بيسمع العلم وبيسيبنا نتكلم. انت بتشوشر يا استاذ. لا ما شوشرش. انت بتقول كلام مش منطقي يا استاذ وبتتفسر الكلام بكلام مش فاهمه. لا الايجاب الكلي كان في ابطال السالب. الايجاب الجزئي كان في ابطال السلب الكلي. طيب ايه مين اللي قال الكلام ده؟ القاعده دي بتاعتك جبتها منين؟ لا قاعده اصوليه. عسى ربه انت تقولنا ان يبدله ازواجا خيرا منكن. ربنا ما قالش منكما لان المقصود التحذير فيدخل كل الزوجات. الكلام ده قاله القرطبي والالوسي وكل المفسرين. طيب بس الايات اللي قبليها كانت
تتكلم عن عائشة وحفصة، ولما بدأ التحذير على الكل عن يعني في كمان زوجات أخريات للنبي كانوا يعني كمان شاركوا في إيذاء النبي، زي ما تقول حفصة، زي ما تقول عن سودة اللي كمان شاركت في إيذاء النبي في موضوع العسل. المقصود التحذير. طيب التحذير من ايه؟ عشان ايه قرأت التحذير؟ عشان قرأت حاجة وحشة؟ التحذير يا عم، التحذير من ايه يا استاذ؟ يا استاذ يا متعلم، التحذير يجي منين التحذير؟ انا اقول لك، بص يا استاذ محمد، نتكلم بالمصري كده بالعربي الصريح. اقول لك على حاجة يا استاذ محمد، انا اقول لك بص يا استاذ محمد، خلينا نتكلم يا استاذ محمد. بص انت لو ابنك مثلا، لو واحد سرق، بتقول له بص احنا هنسرحك المرة ديت، بس المرة الثانية مش هنفوتها، احنا هنوديك السجن، هنوديك في 60 داهية، ما تعملش الحاجة دي. التحذير يجي بعد ما يعني واحد مقدم على حاجة وحشة. ده تحذير ايه ده؟ كان كده يا عمي استاذ، انا اقرا لك الايات دي. بص، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ده مش تحذير، ده ذنب. يقول ده ربنا هيطلقكم، يعني كفاية الإيذاء ده. طيب في نفس الآيات، في سياق الآيات بتقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا في النار مع الداخلين. يعني بيضرب الأمثال دي ليه بس؟ فهمني. التحذير آيات تحذير. طيب تحذير. هو بس انا اسالك سؤال واحد يا استاذ محمد. عائشه وحفصه اخطاوا بحق رسول الله صلى الله عليه واله ولا لا؟ وامنا السيده عائشه وامنا السيده حفصه نزل فيهما قرانا، وعليك ان تلتزم بنفس القران وبنص سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما ولا تعتدي، إن الله لا يحب المعتدين. طيب قل لي، أنا أسألك، آذوا النبي ولا لا؟ جاوبني لا. أنت لازم تتقيد يا عم. يا أستاذ أنا هتقيد، أنا هتقيد يا أستاذ يا محمد، أنا هتقيد. آذوا ولا ما آذوش؟ جاوبني يا أستاذ، قول لي قول لي لا. يا عم مش هعتدي، أنا مش هعتدي يا أستاذ محمد، ارحمنا يا أستاذ محمد. أنا أقول لك على حاجة، بص شوية، أنا جاوبني جواب صريح. عائشة وحفصة في موضوع حديث المغافير، وموضوع كمان الآية اللي بتقولوه عن موضوع ماريا القبطية، آذوا النبي ولا لا؟ نقول انهما قد مالا الى يا استاذ محمد، سيبنا من الايات، انا بقول لك سؤال واحد، جاوبني على سؤالي يا استاذ محمد. انا اديتك اكتر من الوقت المسموح ليك يا استاذ محمد، انا بسالك دلوقتي يا استاذ محمد. يا استاذ محمد انت قدام ملايين دلوقتي، انا بسالك سؤال واحد بس، عائشه وحفصه آذوا النبي ولا لا؟ قول لي قول لي لا. ما لا الى ما كرهه سيدنا النبي. احسن، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ما لا الى ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آذوا النبي. اي واحد يميل لحاجه يكرهها، يميل لحد حاجه تكرهها انت، يعني تاذيه. يا استاذ يا محترم يا متعلم يا متعلمين، انتوا ارحموا العلم. عائشه وحفصه آذوا النبي. انا 3 ايام اكلمكم عن موضوع الايات دي والروايات اللي نزلت في عائشه وحفصه وايذائها للنبي. يا ايها النبي حرم على نفسه حاجه حلال بسبب ايذاء عائشه وحفصه، يعني بس يقول سيبوني بحالي، بس انا عاوز ارتاح شويه ارجع للبيت، ما اسمعش كلام وحش يأذيني. مره يقولوا له انت فيك ريحه وحشه، مره عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هات طعاما ناكله، تقول والله ما لا يوجد لدينا طعام، وتحلف كمان كذب بالكلب. عائشه الله يلعنك يا عائشه، والله يلعن حفصه ويلعن عمر على التربيه الزفت دي. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشه هات حاجه ناكلها، تقول لا ما عندناش طعام. عائشة هاتي حاجة ناكلها أنا جعان، لا ليس لدينا طعام. يا عائشة، بعدين أبو بكر دخل يقول للمرأة المؤمنة
لو أقسمت على شيء فما هي تكذب، يعني مضمون كلام أبو بكر لعن الله أبو بكر وما ولد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أدراك بأنها مؤمنة تكذب. وكل مرة يجيبوا النبي طبق كده عاوز يأكل تجي عائشة وتقلب الطبق ده. ومرة هم بيقولوا يفتخروا بالكلام ده، عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو وأصحابه يأكل وهي مؤتزرة وترمي بحجارة في وسط الطعام، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا غارة أمكم، أعمل لكم إيه؟ المتوحشة دي أعمل لها إيه يعني؟ بس عشان اختبار من ربنا، يعني منتهى الحقارة والوقاحة وقلة الأدب والسفالة هي عائشة دي، لحد ما نزل فيها قرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إن تتوبا إلى الله فقصغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر، التهديدة. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. إيه ده كلام كمان ما ننساش فضيحة الإفك اللي هي عايشة المجرمة دي، اتهمت عرض الرسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإفك. وبعدين عشان يعني تغير الموضوع تعمل ايه؟ تقول لا انا اللي كنت متهمة، انا المسكينة البريئة، انا ده انا غلبانة وانا ما عملتش اي حاجة، ده انا المتهمة. عشان ايه؟ عشان وكمان التاريخ والسلطة بيد ابوها فتعمل اللي هي عايزاه زي ما هي عايزة، ما حدش يقول لها حاجة. في حد يتجرأ يقول لعائشة انت كذابة؟ لا محدش، فكتبوا التاريخ زي ما هم عاوزين. الله يلعنك يا عائشة ويلعن أتباعك اللي مش عاوزين يهتدوا يعني. طيب معنا مين؟ حمزة؟ أبو حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ فايز، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم لعن مع عائشة وأبوها وعمر وعثمان. اللهم لعنهم جميعا. وآلي واليزيد ومعاوية والأمويين والوهابيين وكلهم في الأولين والآخرين. أقول الأخ فايز إن الأخ محمد فارس عاد يأخذ الحلقة بدون أي فائدة لأنه بيتصل على طول وهو عارف الحق. الله نور، وسيدنا محمد عليه وآله نور، والإسلام نور، والإمام علي هو الوصي نور، والأئمة الاثنى عشر نور، والمهدي المنتظر نور، والإسلام هو الحق نور، والذين يدعون أنهم سنة إنهم منافقون كذابون من يام السقيفة. مش كلهم يعني ما نعممش الكلام يا أستاذ. يا أستاذ يعني في ناس مستضعفين، في ناس مش عارفين المليار ونص الغلابة اللي كانوا زي حالاتي، أنا أشفق عليهم، لكن ألعن المثقفين عارفين الحق، المتعلمين، الحكام، الظلمة. أقول لهم أي شيء في الدنيا قتل أي إنسان، جميع الأحاديث التي تسيء لرسول الله. أنا أقول الأخ محمد فارس وغيره والناس اللي بتسمع في البرنامج المباشر حاليا، جميع الأحاديث التي تسيء لرسول الله من البكريين، من الذين يدعون أنهم سنة، من عائشة دي بالذات. عائشة أيوة، أنا مستعجب إزاي هم يعني بيشوف الشيعة إيه، هم الشيعة دول بشوع نور، عمرهم ما أساءوا لرسول الله. ولا حديث موجودة لعن الله البخاري ولعنهم كلهم، ولو كان جدي بخاري لعنه الله، ولعن جدي لو كان ما يتبعش أهل بيت رسول الله ولو كان عالم أو مثقف. أي إنسان ما يتبعش أهل من زمان من 1400 سنة أخرونا، ما في
فيش غير المؤامرات على بعضهم، ما فيش غير القتل على بعضهم، ما فيش غير الإساءة للإسلام على مستوى العالم منهم هم. أنا أقول للبكريين المليار ونصف الغلابة زي حالاتي كانوا الأول، أقول لهم والله النار أمامكم لولا تشيعون. أنا بتصل عشان أتشيع، والله عندي 64 سنة أنا بحاول بتصل عشان أنا أظهر الحق فقط. يا أستاذ أبو حمزة، أنت من أمتى متشيع يا أبو حمزة؟ أنا سيادتك بص، قعدت 30 سنة في التصوف. التصوفيين لا يقومون دولة، إنهم بتاع أكل وعيش. أنا كنت معهم ناس طيبين ما لهمش أي لازمة في الحياة. أنا كنت عامل كارنيه في المتصوفين. أنا درست جميع البشر في العالم. أنا مقاول، كنت لفيت العالم كله، جميع البشر عشرته. ما لقيتش أحسن من شيعة قلب الشيعة، هم الطيبين المحترمين على مستوى العالم. أقول للأخ فايز والمسلمين على الهواء مباشرة، والله سفينة النجاة في آل بيت رسول الله، والله سفينة النجاة في آل بيت رسول الله. أنا قعدت 5 سنين مش عايز نلعن عائشة ولا بقر لغاية ما درست الموضوع كويس، وثقت 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 من عقلي، ولعنه والله وتبرأت منهم وتشيعت من حوالي لي 2 سنين. بس أنا بدرس لي 30 سنة، 30 سنة بدرس جميع الأديان. الله والله ما في غير آل بيت رسول الله، هم النبي عليه السلام وآله وسلم هو اللي قال يعني أمتي تتفرق على 73 فرقة، فرقة هي في الجنة هي آل بيت رسول الله. باينة يعني، مش عايزة كلام. أنا أقول للبكرين أنا والله ما عايز اسمي يتنشر ولا عيلت ولا أي حاجة، أنا بس بتكلم عشان ربنا أنا حاجز بها البشر، حاجتكم يا بكريين. والله إن كنت تركبوا سفينة النجاة ما تسلموا في الدين وفي الآخرة، وأكتفي بهذا القدر. بارك الله بك، شكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوان، إحنا مش عاوزين منكم حاجة، إحنا عاوزينكم تهتدوا للإسلام الحقيقي، تتبرأوا من أعداء أهل البيت. إحنا مش عاوزين نأذيكوا أو مثلا نعمل لكم حاجة وحشة، لا لا، إحنا عاوزين ننقذكم من الوضع المأساوي اللي أنتوا فيه. تخيلوا وضع البطالة وخراب البيوت والزعماء الدكتاتوريين ولاد الوسخة اللي حاكميكوا والناس والوضع المأساوي كله على بعضه. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نغير المنظومة ديت. عايزين تعيشوا بسلام كده، وعشان عايزين يعني دلوقتي مثلا الفرد الألماني او الامريكي او الفرنسي دلوقتي عنده جواز سفر، باسبور محترم، يسافر فيه في كل حتة في العالم، 180 دولة 170 دولة من غير لا فيزا ولا تأشيرة دخول ولا أي حاجة، مش عاوز أي حاجة. ليه؟ عشان بلد مستقر ما فيهوش مشاكل. بس احنا بلداننا كلها مشاكل، فقر على إرهاب على متطرفين على ناس وسخين على مش عارف بطالة على ناس عاوزة تهاجر وتخلص وتطفش من بلدانها. ليه؟ ايه السبب الرئيسي؟ مع ان بلداننا بتعوم على الخيرات. يعني ينقص مصر ايه بالضبط؟ فيها موارد طبيعية، فيها زراعة، فيها نهر عظيم زي نهر النيل. ويعملوا ايه؟ يعملوا يجيبوا البنيان جنب النيل ويستصلحوا الصحراء. طيب يا، وفي زراعة، في صناعة، في ايدي عاملة كفوءة. في مصر كلها ما فيش غير 50 جامعة، زي ما قريت اليوم من السيسي بيقول يقول ما فيش في مصر كلها غير 50 جامعة، في حين في دول زي تعداد السكان بتاع مصر 100 مليون فيها أكتر من 100 جامعة. ولازم يكون للشعب المصري أكتر من 500 جامعة، عشان الشعب مقتدر، الشعب كفوء، شعبه عند كل حاجة. بس لما يتدين أكتر، لما يا أما يلحد ويكفر بالدين والإسلام، يا أما يصير متطرف ويروح يفجر نفسه ويصير مع داعش ومش عارف مين. يا ناس، احنا عاوزين ننقذكم من الوضع المأساوي بتاعكم ده. وسبب ده كل المصايب دي بتاعتكم عائشة وعمر الخطاب وابو بكر. سبب المصايب دي والبلاوي دي كلها التراث التاريخي اللي ورثتموه انا اباكم اجدادكم وانتم مش عارفين. تخيل، تخيل يا استاذ، يا محترم، يا محمد فارس الشيخ، عمر الخطاب وابو بكر اول واحد سن قتل المسلمين وعمل حروب طائفيه. عشان ايه؟ مالك بن نويره وبعض القبائل قالوا احنا اللي كنا عارفين بانه هو علي بن ابي طالب اللي هيكون خليفه. طيب ايه اللي جرى؟ احنا مش هندي زكاه لابو بكر، فالحاجه فيها فلوس، فعمل ايه؟ يا جيش قطع،
يا خالد بن وليد عمل ايه بمالك بن نويرة؟ والقصة معروفة، قاموا لفقوها وعملوا حاجات فهلوة كده، وقالوا اه دخل عليهم سكرانين مش عارف عملوا، لا مش الكلام ده لا خالص، قالوا دخلوا عليهم حملوا السلاح، قالوا انت عملت سلاح ليه؟ قالوا عشان انتوا جايين بجيش يعني هنعمل ايه؟ نعمل بتنجان؟ لا هنعمل سلاح. فحملوا السلاح جماعة مالك بن نويرة، ده قالوا لا ده احنا مسلمين واحنا زي بعض وكده، وسيبوا السلاح يلا، وسابوا السلاح قعدوا سوا وكلوا سوا. فمرت زوجة مالك بن نويرة، كانت امرأة معروفة بالحسن والجمال، فمالك بن نويرة قال ما قتلتني إلا هذه الامرأة، انت اللي قتلني هي مراتي. انا عارف انت لما شفتها يا خالد بن وليد شفتها نظرة واحد كلب خسيس. فخالد بن وليد قال ايه؟ ادفئوا ضيوفكم او ادفئوا اسراكم. فقالوا اه بعض اللغات العرب بتقول ادفئوا اسراكم يعني ايه؟ يعني اقتلوهم. فقاموا ذبحوهم. يعني لو يعني مش عارف، انا اول مره اسمع بال 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 بالوساخه دي. فقام قتل مالك بن نويره واصحابه، خلوا يشوف العمل الارهابي والوحشي، دول صحابه، دول مش صحابه، دول زباله. عملوا عملوا الرؤوس بتاعهم أثافي للقدر، يعني حجر كده خلوه تحت القدور وكلوا منها زي الفل كده. وقعد خالد وليد ياكل ويضحك مع أصحابه، ومسك مرات الراجل المسلم مالك بن نويرة وزنى بها في نفس الليلة. يا متعلمين يا صحابة الحقوهم، الحقوا الصحابة بتاعتكم دي وسمعتهم زي الزفت. صحابة مين يا ناس؟ صحابة مين دول؟ ناس ولاد وسخة كانوا منافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع المدينة أمسكوا عمر، مش يعني عمر كان بيكره خالد بن وليد يعني كده كده كان كارهه، مش حبا للإسلام ولا للعدل. فقال له قتلت فردا مسلما وزنيت بزوجته، والله لأضربنك بأحجارك، أنا حقيم عليك الحد، زنيت بمراته ليه؟ فأبو بكر قال لا أغمد سيفا سله الله في سبيله، من الكلام البتنجاني ده، عشان خالد بن وليد كان اليد الضاربة، عاوز بوليس وشرطة وزارة داخلية على جيش، عاوز ناس معاه عشان يقتله. وكمان أول حاجة عملها هو خالد بن وليد الكلب ده اللعين، هو عمر بن الخطاب، هجموا على بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عشان كده احنا نحقد على خالد بن وليد وعمر الملعون ده، واللي ضربها بنعل السيف يعني بقفى السيف كده، ضرب الزهراء سلام الله عليها، واحده ست تتضرب وبت النبي، بت نبيكم يا مسلمين. وبعدين هو يعني ارهاب في ارهاب، هو الفلوس يعني ما كانش يرحم، لانه عاوز يكون هو صاحب الفلوس ويدي زي ما هو عاوز، واللي معايا اديله، زي الحكومات الزباله اللي ماسكه زي ابو بكر بالظبط، بيعملوا ايه؟ انت معايا اديك فلوس كده من الفتات بتاعنا، ادي لك كده كام لقمه قرشين كويسين كده وتخرس خالص. فعشان سكتوا، وسيب الناس الفقراء وسيب الظلم، سيب واتكلم واكتب زي ما انت عاوز، بس مدحي انا، مفيش احسن مني انا. فكانوا يعملوا كده، يعملوا كده في الناس ابو بكر وعمر. عشان كده احنا نكره ابو بكر وعمر، والروايات مستفيضه في الموضوع ده. يعني ابو بكر وعمر هم اللي اذوا رسول الله صلى الله عليه واله. او يعني نقول يعني هي بس رزيه يوم الخميس كفايه. رزيه يوم الخميس يعني فيها فضايح. اقروا يا مسلمين، انا نفسي مره يجي واحد مسلم ويناقشني حول موضوع رزيه يوم الخميس. عمر اخطا ولا ما اخطاش؟ يعني الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون. عندنا اتصال، من الإسماعيلية. السلام عليكم. حسين سالم. سالم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا شيخ ازيك؟ الله يخليك. يعني يا شيخ انت شايف السيدة عائشة والسيدة حفصة انهم مش كويسين واساءوا للنبي، مظبوط؟ القرآن قال كده، مظبوط؟ نعم، القرآن والسيرة قالت كده. طيب تصدق بالله يا شيخ؟ لا اله الا الله. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انت عايز استغفر الله العظيم، اقطع عليه، اقطع.
أشكرك يا حسين. بدل ما تتكلم الكلام الوحش ده، حسن ألفاظك ودافع عن عائشة. بص عائشة الوسخة دي بتاعتك عملت ايه؟ انا هجيب لك فضايح عائشة عشان تعرف عائشة مين. عائشة كان يجوا عندها رجالة ويتعلموا عندها غسل الجنابة. ايه رأيك بالكلام ده؟ عائشة الوسخة دي اللي انت بتحترمها وتحبها دي كانت اما حتة واحدة ملعونة، الله يلعنها العائشة، الله يلعنها. طيب خلينا نشوف عائشة مين. عائشة انا هجيب كل رواياتي موجودة في النت وتقول حاجات حلوة خالص. طيب بص عائشة، سمعت أبا سلمة ده البخاري بيقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، أخوها من الرضاعة مش أخوها يعني، فسألها أخوها عن غسل النبي، إزاي كان يغتسل النبي؟ ممكن تعلمينا؟ فدعت بإناء نحو من صاع، قالت جيبوا لي إناء نحو من صاع كده يعني حجم معين، وأفاضت على رأسها. طيب الواحد يقول طيب إيه دي اغتسلت قدامكم؟ فقال يقولي وبيننا وبينها حجاب. طيب هو حيرفع ايه يعني؟ حتشوف ايه؟ حيشوف ايه لو كان يعني كلام مش منطقي يعني بينه وبين عائشة حجاب؟ طيب هي حيستفيدوا ايه؟ طيب هي غسلت قدامهم ليه كمان؟ غسلت ليه؟ كان توصف ليهم بكل بساطة النبي كان يغسل راسه من راس الى الرقبة ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. لا بتقول الرواية وفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. وكمان رواية تانية ايضا صحيح مسلم، فسألها عن غسل الجنابة فدعت بإناء قدر من الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها الستر وافرغت على رأسها سلاسا. طيب انت شفت ازاي لو كان بينك وبين عائشة الستر؟ شفت ازاي يا راجل يا محترم يا اهل السنة تسموا نفسكم؟ كلموني ايه الفضائح دي؟ تابل يا سني يا شريف مراتك تغتسل قدام الرجال وتعلمه غسل الجنابة؟ تابل تقبلها انت يا غيور؟ دي ست فاجرة بنت 60 لعين. كمل لكم سنن النسائي يقول كمان نفس الشخص سألوها هو وأخوه عن من الرضاعة، هو يقول أبا سلمة دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا. طيب هو شاف إزاي لو قالت خلوا قدامي الستر كده وأنا عاوز أغتسل؟ طيب هو شافه إزاي؟ فهمه إزاي؟ طيب حتى لو كان ستر خفيف كده يعني ولا تخين ولا ايه يعني. طيب اسمع عن عائشة يا حسين. يقول دخلت انا ابو سلمة دخلت انا واخو عائشة من الرضاعة، الله على الرضاعة، رضاعة كبير، فسألها اخوه عن غسل رسول الله فدعت بنا نحو المصاع فاغتسلت وافتخت وافرغت على رأسها ثلاثا وبينها وبيننا وبينها حجاب. مسند احمد السنن الصغرى كمان بيقول الكلام ده، فستر سترا فاغتسلت فافرغت على رأسها ثلاثا. طيب سأل أخو عن غسل النبي فدعت بإناء فاغتسلت وصبت على، ده بيقول من غير حجاب كمان مستخرج ابن عوانة. طيب أقول لكم إيه عن عائشة؟ بص الله أكبر، دي في روايات عن عائشة يعني وسخ قوي قوي قوي، زي الرضاع الكبير، زي يعني. طيب يعني يا طيب مين معنا؟ ابراهيم. السلام عليكم يا ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الو سامعك يا ابراهيم، سامعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ. اهلا وسهلا. حضرتك انت بتتهم السيدة عائشة في شرفها وفي حسبها وفي نسبها، وبتقول ان هي انسانة وسخة وانسانة اساءت للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه واله. مظبوط الكلام؟ مظبوط الكلام. طيب ازاي وهو ربنا سبحانه وتعالى زوج
يرضى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يتزوج بسيده فاجره زي ما انتم بتقول. طيب زي الايات دي، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، زي الآيات دي. ازاي ربنا يرضى يجوز النبي بتاعه، النبي الانبياء بتاعه، نبي الله نوح ولوط ستات وحشة؟ ازاي ليه يا سيد الفاضل؟ ان كنت زي ما بتقول كده فهو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا لوط سيدنا نوح. طيب نفس الحاجة، أما النبي صلى الله عليه وسلم انت جاوبت نفسك بنفسك. اسمع ايوه اسمع اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في حجر السيدة عائشة. ده كذب. أما إن افتريت ده كذب. أما إن افتريت ده كذب. أما إن افتريت ده كذب. ما ماتش في حجر عائشة ده كذب. ما ماتش في حجر عائشة ده كذب. اه طيب سيبك يلا كمل كمل كمل، بس ده كذب. أنا مش مؤمن بالكلام ده. وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق الذي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من الأموال لغزوة بدر، جمع من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وجمع من عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب عبد الله بن أبي بن سلول كان دائما بيوصي بالنبي ويهدي له، ده منافق كمان، وكان كل مرة يقول عبد الله بن أبي بن سلول أطيعوا لرسول الله واسمعوا له. طيب يعني إيه يعني إيه؟ مع أنه عمر وأبو بكر كانوا فقراء ما عندهمش محلتهمش النجلة كمان. على فكرة أنت بتجيب أحاديث ضعيفة لناس سفيهة، ما ينفعش الواحد ياخد بآرائكم، وآرائكم دي والله لا تبقى حجة عليكم يوم القيامة. طيب ليه ما يكون العكس؟ اسمع اسمع، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، ربنا سبحانه وتعالى برأ النبي صلى الله عليه وسلم منكم. فلا تفتري على عائشة ولا تفتري على عمر بن الخطاب ولا تفتري على أبو بكر الصديق، لأنهم أسيادكم. أسيادك أنت مش أسيادي أنا يا أستاذ يا محترم. أسيادكم أنت. لا أسيادك أنت، أنا ماليش دعوة فيهم. أسيادي أنا أسيادي النبي وعلي بن أبي طالب وأهل بيت الأطهار، دول أسيادي. أسيادك أنت أنا ماليش دعوة فيك. أسيادك أنت مش أسيادي. عمر وأبو بكر تحت الجزمة بتاعتي. بص مع احترامي ليك، أنا مع احترامي ليك يا أستاذ يا محترم، ممكن أكلمك كلمة كويس؟ خلينا نتكلم يعني كده بالعربي. يا إبراهيم سامعني؟ اتفضل. طيب بص، أنت بتقول أبو بكر وعمر أسيادنا، وعائشة مش ممكن تتكلم عنها كلام وحش. طيب أنا أسألك سؤال. بص أنا من أسبوع كده ثلاث حلقات كل يوم ساعتين بتكلم عن السورة دي، سورة التحريم. بص يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الآية 4، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرة عسى ربه إن طلقكن. بص خلينا نكمل كلامي يا أستاذ، يا محترم يا أستاذ إبراهيم، خلينا نكمل كلامي، خلينا نكمل كلامي أرجوك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الآية 10 حسب ترقيكم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. سمعني يا إبراهيم؟ إبراهيم تقطع الاتصال. يا أستاذ إبراهيم، السورة ديت نزلت بتذم عائشة وحفصة اللي هم أسيادكم أنتم مش أسيادي أنا. الآيات دي نزلت في عائشة وحفصة، أنا يعني أعمل لك إيه؟ نزلت بكلها بتقول صغت قلوبكما، يعني مالت عن الحق، زاغت، أثمت، مالت إلى ما كره رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله يعني 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 إيه؟ الذين يؤذون رسول الله بص الآيات بتقول إيه؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأنا ألعن عائشة، لا اللهم لعن عائشة لأنها آذت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا لعن عمر ولعن أبو بكر لأنهم آذوا رسول الله في قضية رزية يوم الخميس. راجعوا تاريخكم يا ناس، أنا بحذركم من النار، بحذركم من النار. زي ما قال الأخ اللي اتصل أبو علي أول اتصال، إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله هي مرتدة وهي كافر لماذا أمسكها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بسيط جدا يا أستاذ يا محترم، يعني هي مش حاجة تفكير، يعني أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني 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 بقول لك ايه، يعني كمان انا بس بص، في البخاري مكتوب عائشة ليه بقيت مع رسول الله صلى الله عليه واله اخر حياته، عن 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 لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال إني أعلم إنها زوجته، إني لا أعلم إنها زوجته. هو بيقول البخاري في الدنيا والآخرة، لا زوجته بس، ده كذب منهم. ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، ده ابتلاء، تتبعوا الله والنبي وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين أو تتبعوا عائشة الفاحشة. عندنا اتصال، مين؟ هلو، محمد العربي، اريد الدخول بسريع. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اريد افهم منك حاجة ضعيفة بس. اوي لو سمحت، يعني بالنسبة للتشيع عندكم في ايران، انتوا عندكم زواج المتعة، وانتوا كمان عندكوا زواج المسيار، وانتوا عندكوا رضاع الكبير، وزواج المتعة موجود في القرآن وفي يا محمد، يعني بدل قلة الأدب دي تقول كلام حلو. انتوا عندكوا زواج المتعة، زواج المتعة موجود، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمن أبو بكر كانوا بيمارسوا زواج المتعة مش حرام، في زمن عمر كان في زواج المتعة كمان مش حرام. في يوم من الأيام عمر الخطاب دخل كده في دماغه، أنا حرم وحلل زي ما أنا عاوز، أنا مش عاوز زواج المتعة، وحرم وقال متعتان كانتا حلال في زمن رسول الله وفي عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الزواج ومتعة الحج. الله يلعن عمر، انت مين انت عشان تحرم وتحلل على كيفك؟ هو دين ابوك ولا دين خلفوك؟ وانتوا تتبع عمر في الحقيقه في الحاجه ديت، زي ما اتبعت عمر في الطلاق البدعي بتاعكم، اي واحد قال لمراته انت طالق خلاص بانت عنه. عشان ايه؟ عشان عمر دخل بمزاجه بان الناس استعجلوا في حاجه، قال احنا نمضيها، يلا خلي كل واحد يطلق مراته عشان يزدادوا ولاد الحرام اللي يكرهوا امير المؤمنين. يعني اي واحد طلق مراته بالطلاق البدعي بتاع عمر بن الخطاب يبقى مأثوم، والطلاق لم يقع. يا ناس يا عالم ارحموا نفسيكم. كمان السيسي قبل شهرين ثلاثه كده قال يا ناس اعملوا حاجه حل للفضيحه دي، اي واحد بطاقه حنك قال لمراته انت طالق خلاص طلقت، تخرب بيوت. الهند بلاد الكفار والمشركين قالوا لا ما ينفعش، احنا القانون الاسلامي ده مش عاوزيه، بتاع اي واحد يبعت اس ام اس لمراته يقول لا انت طالق، لا شهود ولا حاجه ولا اي حاجه. اما الاسلام الحقيقي بيقول ايه؟ لا، في الطلاق في الزواج سهل، الزواج عند المسلمين الحقيقيين سهل، إيجاب وقبول، وتقول المرأة زوجتك نفسي، فالراجل يقول قبلته خلاص تجوزه، شهود موجود أحسن، مش موجود مش مهم. بس الطلاق لا صعب. شروط الطلاق إيه؟ لازم قبل ما يطلق تكون مدة قبل ما تجيها الدورة الشهرية بتاعتها ما مسهاش، يعني ما فيش أي معاشرة جنسية، بعد ما تنتهي الدورة يروح يطلع. بص، عشان الفترة ديت ممكن يراجع نفسه، ممكن يقول بعدها يجي ويجيب معاه 2 شهود ويقول لا أنت طالق فتبان عنه. ففترة العدة دي، العدة عفوا،
فترة العدة دي تفضل معاه في البيت، تفضل معاه في البيت، لو لمسها كده أو كلمة كده يعني هيبطل الطلاق. يعني عشان بلاش خراب البيوت، يعني في حاجات تعقيدات وإجراءات قانونية شرعية تصعب الطلاق عندنا احنا المسلمين، بس انتوا عندكم خراب البيوت زي الفل. الله يلعن عمر، يا ما خربت بيوت، يا ما هدمت أسر، يا ما شردت أولاد وبنات واتجهوا للضياع والصياعة والحاجات الوسخة بسبب إيه؟ عمر بن الخطاب اللعين الحقير عمل إيه؟ عمل تشريع أي واحد قال لمراته أنت طالق خلاص، حتى لو كان بالمزاح. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ إيه الدين ده؟ ده دين ولا زفت ولا زبالة؟ يا عالم ارحموا روحكم، ارحموا ارواحكم يا ناس، سيبوا عمر بن الخطاب أرجوكم، ده يهدم بيوتكم ويخرب ميه. الله يلعن عمر، ده اللعن فيه قليل يا ناس. عندنا اتصال أحمد من سوهاج. ألو، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا أخي، إزاي الصح؟ الله يخليك. السلام ورحمة الله، إزيك يا أخي؟ الله يخليك. أخبارك؟ يا أخي هل في دين، هل في دين في سب ولعن؟ أنت مالك غل وتغل في نفسك ولا عن عمر إلا عن عمر؟ يا أخي عمر مش مات، خليه يهودي يا أخي، حرام عليك، اتق الله. أثرت أعصاب الناس موجهين البرنامج لمصر، مصر مصر مش هتتشيع، مش هتنلوها يا أخي، حرام عليك. أنت سمعت وسخ ودانك عشان تسمحت كلمة قفلت من واحد، عشان واحد شتمك أنت قفلت. لكن شتم شتيمة وسخة، شتم شتيمة وسخة. أنا بقول اللهم لعن عمر، عمر منافق. يا أستاذ يا محترم، أنا ليا الحق أشتم عمر، وياما وياما دخل وشتم وما قلتش ولا حاجة. يا أستاذ خلي، يا أستاذ يا محترم بص، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ربنا يقول اشتموا اللي ظلمكم، عمر ظلم الإسلام وظلم الدين وظلم الأمة الإسلامية. يا عم سيبك من بلاد فارس، بلاش الكلام المنسي ده. يا عم أنا عربي ابن عربي، طيب أعمل لك إيه يعني؟ يعني إيه؟ أنا ماليش دعوة ببلاد، أكلمك بالهندي أنا، أكلمك بالفارسي ده، أنا بكلمك بالعربي، أكلمك بإيه؟ طيب يعني إيه؟ طيب أقول لك على حاجة، طيب سيبك البخاري، البخاري يبقى حاقد، أي كتاب من واحد فارسي سيبه يلا ارميه في الزبالة. البخاري فارسي، فين الكتب اللي انت البخاري كمان فارسي، ابن ماجه فارسي، يا عدو ابو حنيفه النعمان فارسي، كلهم فرس يا اخي. انا عارف، انا عارف الائمه السته بتوعنا احنا اللي فرس. فرس مش عارف. طيب ما تقولهمش الكلام ده ليه؟ حاقدين على الاسلام. يا عم سيبك من الكلام ده، انا بقول لك على كلام يا استاذ، سيبني خليني اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. طيب يا استاذ احمد، اتفضل يا اخي. يا استاذ احمد اقول لك على حاجه، أقول لك على حاجة. طيب أنا حراجع نفسي، طيب حراجع نفسي إن شاء الله. يا أستاذ أحمد خليني أتكلم، يا أستاذ أحمد أتكلم. طيب أقول لك على حاجة، أنت دلوقتي مقتنع بالطلاق البدعي اللي سنه عمر؟ أيوة مقتنع، لأنه والحديث أنا مقتنع. الله أكبر، حرام عليك، ارحم روحك، ارحم روحك، ارحم عيلتك. أحسن الجوازي اللي أنتوا بتعملوا، ارحمش روحي، مالك دعوة. أنت بتقول أنا خايف عليكم من النار، بتخافش علينا من النار، خاف على نفسك. يا أستاذ، يا أستاذ يعني لو قلت لمراتك، طيب يعني لو بلحظة غضب، بلحظة، يا أستاذ يا أحمد، أنت طيب تسيب سنة رسول الله وتتمسك بسنة عمر بن الخطاب، ببدعة عمر بن الخطاب؟ إيه ده؟ يا احمد ارحم روحك. طيب لو قلت لمراتك كده لحظه غضب انت طالق، طيب يعني مراتك طلقت من عندك دلوقتي؟ ما عمر بن الخطاب ما عملش حاجه. تفتريش على الراجل، تفتريش على الراجل، حرام عليك، حرام عليك تفتريش. انا افتري على الراجل؟ والله حرام عليك، والله حرام عليك انت، والله ده تفتري عليك، والله افترى. ايه التحريم اللي بتتكلم فيه؟ والله العظيم المثل اللي بتضرب، وانا حافظ كلامكم وحافظه، وقسما بالله قريت كل كتبكم. انت ايه التحريم اللي بتستدل بها راجل ما صحيح ولا سليم؟ وحرام عليك بتتبع حتى انبياء الله، بعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا ان تكون تحت مرأة عياذا بالله، حاشا لرسول الله. يا اخي ده العقل والدين، العقل والدين يا اخي يميز كده. حرام عليك انك تتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بانك انت تحت مرأة، عيب عليك،
مش دين، ده مش تقرب الى الله، ده كفر اللي انتوا بتعملوه. يا عم كفر مين؟ والله يا اخي ورب ورب الكعبه كفر. والله راجع نفسك، والله يوم من الايام هترجع. بص يعني انا هقول لك على حاجه، الخط ما تقفلش. بص ده بيسموه طلاق بدعي. انا اقول لك على حاجه، بص انا هجيب لك يا عم. بص يا استاذ، يا استاذ الطلاق اللي انت بتتبعه ده، انا نفسي الاقي الروايه ديت بتاعت عمر. يا عم انا اقول لك على حاجه بتدعى عمر في الدين، يا استاذ يا محترم، عمر بتدعى في الدين وانت تتبع عمر الخطاب، الله يلعن عمر. يا استاذ يا محترم، انا اقول لك عمر الخطاب ابتدع في الدين، ابتدع طلاق، ابتدع زواج، ابتدع. عيب عليك انت، حرام عليك، هتروح النار. ارحم روحك، بلاش الكلام الوطني بتاعك، بلاش. عيب عليك، بلاش تشتم عمر. بص شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بص شوف، بص عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني لو واحد قال لمراته أنت طالق 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 يبقى واحدة. فقال عمر بن الخطاب، مزاجه كده دين خلفوه يعني. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. أي واحد يقول لمراته أنت طالق 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 ثلاث مرات، خلاص تبقى محرم عليه لحد ما يتجوزها واحد تاني. بيسموه إيه؟ بالطلاق البدعي. ده دين؟ ده باب إيه يا ناس؟ ده لعبة ايه في يعني؟ غير البتاع الميراث في العصبة، غير ابتداعه في الحج، غير ابتداعه في الصلاة، الحاجة ديت كده يعملوا كده يعني، كله قرف في قرف في ودع. وانتوا كم ماسكيها يعني؟ وكمان يروى يعني الرواية دي، وكمان مروية فين؟ الإمام مسلم أخرجه في كتاب الطلاق، ورواه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والنسائي ومش عارف مين. فعمر كده ابتدع الطلاق ده، وانتوا تتبعوا عمر في الطلاق ده. وإزاي خربت بيوت وهدمت أسر بلحظة غضب؟ وأقول له الأستاذ أحمد، أقول له تتبع عمر كلام عمر في الكلام ده؟ يقول لي آه أتبع عمر. يا عمي يعني أنت قول، أنا أقترح عليك يعني أنتوا يعني شوية وتقولوا كده أشهد أن عمر رسول الله، يعني أنتوا بس ناقصتكم ده كده، وأنتوا عندكم عمر نبي يعني. هو كمان بيقول آه وافقني القرآن ثماني مرات، ثمان مرات. عمر بن الخطاب المأبون ده، عمر بن الخطاب يقول القرآن نزل على مزاجي أنا ويشرع على مزاجي، ده ربنا مستنيني. آه يا عمر عندك حاجة تقولها؟ تفضل يا عمر أمضي لك، تفضل. إيه الجنان ده؟ وكمان يتدخل في دين ربنا؟ ده نزل من ربنا على نبيه اتباع السنة، وتقولوا إحنا أهل السنة. أنتوا مش أهل السنة، أنتوا أهل أبو بكر وعمر، بكرية، عشان كده بنسميكم بكرية. عندنا اتصال. سعد من البحيرة، السلام عليكم. سعد السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ايوه يا استاذ الفاضل، تفضل. انتم بتتكلموا لوحدكم؟ كلام مش واضح كلامك. ايه ازاي حضرتك؟ الله يخليك، تفضل. كلامك تفضل. تفضل يا استاذ، يا بلاش تضيع الوقت يا استاذ. دلوقتي حضرتك انت بتتكلم كلام، انا بكلمك اهو. وطع يا استاذ سعد. بص وطع على صوت التلفزيون. وطع على صوت التلفزيون. ما فيش صوت التلفزيون، انا بسمع. طيب يلا اتفضل يلا. انت دلوقتي عمال تتكلم كلام مالكش دعوه بيه خالص. انت مالك ومال عمر؟ انت مين عشان تقول عمر؟ طيب عندك حاجه ثانيه؟ مين عشان تقول عمر؟ عندك حاجه ثانيه؟ ايوه عايز نعرف منك. ما تكلمني زي ما بكلمك، كلمني.
طيب انا فايز الجمهوري اكلمك عن عمر، يعني انا مين حكون مين يعني؟ انت مين عشان تقول عمر؟ انا فايز الجمهوري. طيب يلا انا جاوبتك انا مين. طيب يلا عندك حاجه تانية؟ عندك اعتراض على اسمي؟ لا عايز نعرف حضرتك، بس حضرتك انت تطلع مين عشان انت؟ انا قلت لك انا مين يعني؟ عاوز اجيب لك البطاقه يا استاذ يا محترم. انا قلت لك على حاجه وانا عندي سؤال. طيب انا مين سيبك يا استاذ يا سعد، خلينا كلامي. طيب انت فيك انت يا استاذ يا سعد، انت ممكن تقول للنبي انه مثلا هو واخر ايام حياته بتقول له انت بتخرف والعياذ بالله؟ سامعني يا سعد؟ ايوه حضرتك انا بسمعك. ايوه انا سالتك سؤال، النبي اخر ايام حياته قال لك هات ورقه وقلم، انا عاوز اكتب حاجه عشان ما تضلش الامه ابدا. انت تقرا لو واحد قام وقال لا النبي بيخرف كده وسيبوه من الكلام وهو وجعان وسيبوه بحاله، احنا عندنا القران كفايه، هتعمل له ايه؟ يبقى مجنون. عمر قال كده؟ انت بتقول عن عمر مجنون، انا ماليش دعوه. عمر قال حسبنا كتاب الله ان الله رجل لا يهجر. الله يلعنك يا عمر، عشان كده قال عن عمر. انت مين بتقول عمر مجنون؟ انت انسان عادي بتقول اللي يقول عن عمر الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيخرف، بتقول والعياذ بالله بتقول عنه مجنون. طيب عمر الخطاب مجنون ابن 60 مجنونه؟ والله انا مجنون اللي انت يا عم، اقسم بالله. طيب يلا انا مجنون وانت العاقل. طيب خد الحكمه ولو من لسان المجانين. طيب يا عم يا سعد خليني اكلم منك، يلا انا مجنون. طيب انا اسالك سؤال يا استاذ يا عاقل، انا اسالك سؤال يا استاذ يا محترم. طيب عمر بن الخطاب قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والعياذ بالله خرف، ايه رايك بالكلام ده؟ يا راجل عمر ما قالش الكلام ده، انت بتقول الكلام ده منين؟ طيب ممكن تستناني؟ طيب لو انا اثبتت ليك ان عمر قال الكلام ده هتعمل ايه؟ يا عم انا زعلان ان انت راجل بتصلي على رسول الله. اللهم صل على محمد وال محمد، رسول الله حبيبي وعلى راسي، ده بالتراب اللي يمشي عليه اخليه على راسي، تاج اخليه على راسي من فوق التراب اللي يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه واله، ده رسول الله صلى الله عليه وآله على راسي من فوق. طيب عشان بحب رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أكره عمر. أنا سألتك سؤال يا أستاذ يا سعد، أنا سألتك رزيتي الخميس سامع فيها ولا لا؟ مش سامع فيها، متأكد عمر الخطاب في يوم الخميس في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله عليه هاتولي ورقة وقلم، أنا عايز أكتب لكم وصيتي بتاعتي، الوصية اللي مش هتضل الأمة بعديها أبدا. خلينا أتكلم يا سعد أرجوك، ما ينفعش كده كل واحد يجيني ويقاطعني. سعد عمر الخطاب قال غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، مش عاوزين الوصية بتاعتك يا رسول الله، انت موجوع ومريض ومش فاهم بتقول ايه والعياذ بالله، ايه رأيك بالكلام ده؟ وين يا سيدي؟ صحيح البخاري روى الرواية ديت، صحيح مسلم ومسند احمد وكل الكتب روت رزية الخميس. يا حبيبي اسمعني. سامعك تفضل. سامعك يا استاذ، سامعك تفضل. طيب يا سيدي الفاضل الله يسلمك، يعني انت بلاش تهين حد بالله عليك، انت قول رايك، ما حدش يمنعك في رايك، بس بلاش تهين حد. طيب الكلام جميل، وانا هدمع وهعيط دلوقتي من الكلام الحلو بتاعك يا استاذ يا محترم. اللي بيشتم نبيك تعمل له ايه؟ انا بسالك سؤال، اللي يشتم نبيك يا استاذ، انا بسالك سؤال يا استاذ يا حبيبي يا سعد، اللي بيشتم نبيك طيب اللي يشتم نبيك تعمل له ايه؟ ممكن تقول لي؟ يا عم انا قلت لك انا لو نسمع واحد، انا يعني انا بيني وبينك تلفزيون، انا
طيب طيب انا اسالك سالتك سؤال، اللي يشتم الرسول بتاعك تعمل له ايه؟ ممكن تجاوبني يا سعد؟ اجاوبك على ايه يا سعد؟ ممكن يعني انا بسالك، ركز معايا، ركز معايا شويه. انا سالتك سؤال، جاوبني عليه، جاوبني على سؤالي بس. يا استاذ احمد، طيب يا سعد، انا فايز، انا اسمي فايز يا سعد. فايز اسمعني، اخوك وحبيبك. طيب يا سعد اسمعني، اللي بيشتم النبي بتاعك تعمل له ايه؟ بستنى اهو، من سيربح المليون؟ الوقت بتاعك انتهى، استعين بصديق. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، اشكرك يا سعد. يا سعد انا اعطيتك، اديتك حذف اجابتين، استعان بالجمهور، يعني اعمل لك ايه يا استاذ؟ يا سعد استعين بصديق، اعمل لك حاجه تلحلح كده عشان تجاوب. ارحموا نفسيكم يا ناس، يا اخواننا يا مصريين، يا اخواننا يا مصريين، انا بحبكم كتير قوي، وانا نفسي تخرجوا من الضلال اللي انتوا فيه. عمر بن الخطاب، انا عارف ان كل مصري عنده غيره ومحبه للنبي صلى الله عليه واله، يعني مش ممكن واحد يوصفها، يعني قد الدنيا اكبر من اي حاجه، بيحب الرسول صلى الله عليه واله. عمر الخسيس ده، انا عشان كده ده الشتم فيه قليل، قال عن النبي صلى الله عليه واله بيخطرف بيخرف، مش فاهم، بيقول ايه مريض والعياذ بالله، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه واله. ارحموا نفسيكم، سيبوا عمر بن الخطاب. الروايات دي في البخاري، انا قريت كم روايه، 1 2 3 4 5 6 7 روايات من البخاري بتقول نفس الكلام. مره يقول عمر ان غلبه الوجع وعندنا كتاب الله وحسبنا، مرة بيقول إيه؟ فقالوا هاجر الرسول الله صلى الله عليه وآله، مرة بيقول فقالوا ما له أهجر استفهموه، هو خطرف قرف عاله حاجة، وقالوا ما شأنه أهجر؟ فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، سيبوه ملناش دعوة. وفقال عمر إن النبي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. بص، فقال عمر الخطاب فيهم عمر، قال هل هم أكتب لكم كتاب؟ فقال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبونا كتاب الله. بص ده البخاري. مسلم، اسمع يا مسلم، مسلم بيقول إيه؟ فقال النبي اتوني في كتاب لا تضل بعدي فتنازع وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه أهجر؟ بس أبرز الموجودين عمر الخطاب اللعين المجرم. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله يهجر، ثلاث روايات من، فقال عمر الرسول إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم كتاب الله. أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيقول إيه؟ 4 1 2 3 4 5. بص الرواية عن 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 مسند أحمد بتقول إيه؟ عن جابر إن النبي دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضل بعده، فقال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. عمر بن الخطاب خالف، لا مفيش كتاب، حتى رفضها. فقالوا يا رسول الله يهجر يخرف. فقال عمر بن الخطاب، ده مسند أحمد، إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن. عمر بن الخطاب يا عم، الروايات كلها بتقول عمر الزفت ده هو اللي شتم النبي صلى الله عليه واله، قال قواه العقليه مش كويسه، ما يعرفش بيقول ايه النبي. اعوذ بالله، ده احنا المسلمين الحقيقيين فقط وانتم عمريين بكريين. اتصال بخيت من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا استاذ فايز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. انت راجل محترم طبعا وابن ناس. الله يخليك، تفضل. مبين عليك، بدي اسالك سؤال بس. تفضل. هل الاسلام نموذج من الله من الله جل من الله سبحانه وتعالى، واخذ بالك على سيدنا محمد
اختزل او اختزل في عمر وفي عائشة وفي حفظة. وللإسلام للجميع. طيب الإسلام للجميع ما اختزلش في عائشة وحفظة. ألو. أيوة سامعك، أنا جاوبتك. الإسلام مش مختزل في عائشة وحفظة. طيب ده كلام سليم جدا، جزاك الله كل خير. الله يخليك. إذن خلي حفظة تروح بعمل. رد علي. كويس جدا. خلي حفظة تروح بعمل. كويس جدا. واخد بالك، الميت احنا هنجينا نقول ملوش الله ايه الرحمة. وخلي عائشة واخد بالك تولي. زي ما تقول انت. ايوه. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. وخلي ابو بكر الصديق وعثمان زي ما تقول واخد بالك ما يولوا يمروا بستين داهية. طيب انا معاك. مظبوط ولا لا؟ انا معاك يا بخيت، ده انت زي الفل يا بخيت. ده انا نفسي المصريين كلهم زيك يا بخيت. نفسي نفسي. جزاك الله كل خير. الله يخليك يا بخيت. انا طيب 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 يا بخيت. طيب انا هخليك بس ممكن طلب، ما دام تقول كده انا بقول لك، انا نفس الكلام ده بقوله ليك. خلي عمر بس خلينا نكمل كلامي. عمر الراجل المحترم. طيب الله يخليك، ده من طيبك واصلك، بس ممكن تخلينا نكمل كلامي؟ احنا غلطنا. ممكن تخلينا نكمل كلامي يا استاذ؟ طيب خلينا نكمل كلامي. سمعتك انا. ماشي يا استاذ. طيب انا معاك. خلي عمر يولي وخلي عائشة تولي وأبو بكر وحفصة كل الناس، احنا متفقين في مين؟ خلينا نكمل كلامي يا أستاذ يا محترم. يا بخيت أرجوك خلينا نكمل كلامي. احنا متفقين على مين؟ على النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته، كلنا نحبهم. طيب الروايات والأحاديث والكلام اللي جه عن عمر وأبو بكر واللي يحبوا أبو بكر وعمر وحزبهم ملناش دعوه فيهم، خلونا مع آل بيت النبي ونكون زي الفل ومتحدين وبلاش مشاكل، وخلينا مرتاحين من القرف والارهاب والوضع طيب ماشي. هل احنا ماشي يا استاذ؟ جزاك الله كل خير، والله كلامك 100%. طيب. بس ان احنا واخد بالك في خطوط حمراء للناس الميته بالذات ما نتجوزوهاش، ليهم ربنا وربنا يحاسبهم وما لناش دعوة بيها. لكن سؤالي واخد بالك، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنؤمن بيهم، هم من ديني ولينا وعلينا زي ما انت بتؤمن بيهم، ليه تفرق بيننا وبين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه التفرقة؟ واخد بالك، السلالة المحمدية، عايز اسألك سؤال برضه، السلالة المحمدية هي السلالة الهاشمية، مضبوط ولا لا؟ المفروض اللي دافع عنهم والناس والعرق الأساسي الهاشميين الأردنيين واخد بالك، اللي هو يعني سيدنا محمد الجد رقم 43 لجلالة الملك الحسين. طيب عليك. طيب انت قصدك دلوقتي احنا عاوزين نتكلم بكلام يا استاذ. بص ما ينفعش انت بتبعتر الكلام. بص يا استاذ، الميتين دول لا زالوا احياء بالسنه التي ابتدعوها. عائشة لا زالت حية ولا زالت ترضع الكبير، وعمر بن الخطاب لا زال حيا ولا زالت تشريعاته عندكم وتستعملوها، أبو بكر بن أبي قحافة لا زال حيا وسنته وبدعته في الدين لا زلتم تستخدموها وعاملها نص نبوي جاي من ربنا، وهو مش من ربنا، من ناس مشركين حديثي عهد في الإسلام، وكلهم شرك بكفر بإرهاب. فأنا أقول لك نرمي دول في الزبالة وخلاص، يعني تنتهي القضية كلها. دول ما تجيبلهمش على الرحمة، احنا عندنا مثلا في الصعيد. يا أستاذ يا محترم. طيب أنا أقول لك، أنت بتقول ما تجوز مع أنه يستحقوا فقط اللعنة عليهم. يا أستاذ يا محترم، دول ابتدعوا في الدين علشان إحنا، يعني علشان إحنا نقولوا عمر ومحفظة إن إحنا كفار، مش كفار. طيب يا أستاذ بخيت، ممكن سؤال؟ أنا سمعتك كتير قوي، ممكن سؤال؟ ماشي يا باشا، أنت مش هتتكلم معي. طيب شوف، بص اسمعني. طيب بس انت ما تشعبش بالكلام، انا عاوزك في الكلام اللي موحد، مش تروح بيمين وشمال. هم
قدوتي اهل البيت اللي انت تقول انا ارتاحهم، هم مقطوع نبرتك، هم حبايبني، هم حبايبني واخد. طيب احنا انا معاك، بس انا عاوز اسالك سؤال، انا عاوز اسالك سؤال يا استاذ، يا استاذ يا خلينا نتكلم سوا زي سوا يا استاذ بخيت. خلينا اكلمك يا استاذ بخيت. بص أنت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الكلام اللي هتقوله ده مش صحيح يا أستاذ فايز. ممكن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أستاذ بخيت، يا أستاذ بخيت خلينا نكمل كلام، ما ينفعش كده يا أستاذ بخيت. يا أستاذ بخيت شكرا جزيلا، شكرا. أنت بتتكلم وأنا أتكلم، ما ينفعش يا اما انا اتكلم وانت تتكلم، يعني تداخل الاصوات مش حقيقي، مش هنوصل نتيجه. قال رسول الله صلى الله عليه واله من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. حديث صحيح متفق عليه الكل، الشيعة المسلمين الحقيقيين وانتوا اهل البدعه. عمر سن سنة سيئة زي دي الطلاق البدعي، الله يلعنك يا عمر، ده انت عملت حاجات في الإسلام. عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة، يعني لواحد قال لمراته انت طالع طالع طالع، قلوا ده معناها الطلاق واحد. فقال عمر الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، الناس مستعجلة عاوزين تطلع نسوانها وتخلص من القرف، فقد كان لهم فيها أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا على أي واحد يقول على مراتي أنت طالق 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 تبقى تحرم عليه ولازم تتجوز واحد تاني وبعدين ترجع له. دي سنة عمر، دي سنة سيئة. فأي طلاق جري حسب سنة عمر، طبعا أي واحد يقول لمراته تطالق مزاحا ولا أي حاجة تبقى طالع، يعني من غير عدة ولا عدة ولا أي حاجة ولا أي زفت ولا أي هباب. فيقول عمر عمل سنة سيئة، سنة باطلة، بدعة في الدين، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي واحد طلق مرته بالتلاتة زي الزفت كده ده عمل ذنب وإثم، وعمر يتحمل هذا الإثم، ومراته هي تبقى مراته مش مرات واحد تاني يعني. فلو طلقها وتجوزت واحد تاني ده يبقى زنا، ده جواز شبه، يعني هي غلطت في تجوزت واحد تاني. فالأولاد اللي يجوا من بعد الطلاق الزفت اللي عمله عمر لعنة الله عليه هيبقوا أولاد حرام وأولاد زنا. طيب تشوفوا دلوقتي أولاد الزنا قد إيه، شوفوا كل حاجة عندكم باظت يا ناس، حتى الصلاة، حتى الصلاة غلط. نفسي نفسي يا مصريين يا طيبين يا حنينين يا أحباب يلي بتحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجعوا لإسلامكم الحقيقي. نفسي تتبروا من أبو بكر وعمر وتسيبوهم وتخلونا سوا بنعيش مع بعض ونتبع على بيت النبي، ومناش دعوة في الناس الزبالة دول، أبو بكر وعمر على عائشة على حفصة، عائشة اللي نزلت فيها سورة بتزمها سورة التحريم، عمر اللي قال عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه والعياذ بالله يهجر، يعني 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 مش فاهم بيقول إيه. أبو بكر اللي حرق الناس أحياء، عائشة وحفصة اللي آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، عثمان اللي بتسموه ذو النورين هذا المنافق اللي قتل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ظلما وعدوانا وشارك في الهجوم على دار الزهراء، أبو بكر اللعين اللي غصب حق فاطمة الزهراء في أرض فتك بيقول لها إيه، يقول لها آه أنا سمعت النبي، هو الوحيد اللي سمع، يعني هو صاحبة الحاجة ما سمعتش، يعني تخيل يعني النبي لازم يقول للزهراء صلوات الله عليها يقول لها انا احنا ما عندناش ميراث، هو لازم يقول لها. فالزهراء بتقول انا عاوزه ميراث، فانا عاوزه النحله بتاعتي، نعم انا عاوزه النحله بتاعتي، انا عاوزه الهديه لدنيا النبي. فيقول لها النبي يقول لا نورث شيئا ما تركناه صدقه،
طيب شوف التناقض، شوف التناقض. الزهراء صلوات الله عليها ألا يعني ما تركناه صدقة، بس لعائشة وحفصة لا، دي نسوان النبي وعندهم الميراث وداهم الميراث بتاعهم. على كل إخواننا الكرام، احنا وصلنا للأسف الشديد لنهاية البرنامج. إن شاء الله حشوفكم بكرة قبل ساعتين من دلوقتي، وكونوا معنا وإن شاء الله في برنامج ميكروفون مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.